الله. طب هون شو كمان هون اللي هون البكرات تبع القش شو اللافين واللف هاي بتجي ماكينة بتجلدون سبحان غابة. سويت غابة برأينا. خلاص شو نصيحتك؟ قلنا له إيه الحمد لله. أم بعدين يا رجال رجع يتابع عنا. إيه ماشي الوقت. إيه. شوفوا الطاقة الشمسية ونيخ وين حج أباسي مع شوق الطاقة الشمسية أباسي. هاي طاقة شمسية توليد الكهرباء هاي على طريق بيستروس. هون زارين أمحكم. شوف كم واحدة مراية. علوة الله يكتر منه ندلوني هاي الطاقة النظيفة بيسموها لا بتلوث الجو ولا بتضايق حدا تولد كهرباء مباشرة من طاقة الشمس لو الدول العربية تفها كانت بتساويها تكيف على الكهرباء لا بتقطعوا الكهرباء لك قاطعين الكهرباء عن الناس لك كل الدول العربية لك الله لا يوفقكم ما عنا شمس أو ما عنا أرض ما لي واحد كتب مصري ما حل بس دق المدفع قطعت الكهرباء ما سمعت بخدمة انقطاع الكهرباء الدولة قدمت خدمة للشعب رائعة جدا شو هي الخدمة؟ خدمة أب بكل يوم بيقول لك من أي ساعة تنطع الكهرباء قوية والله سيداتي سادتي اليوم نقطع عنكم الكهرباء طوال اليوم هذا لمصلحتكم والله العظيم بدون كهرباء الواحد يعني إيه لنا من كهرباء لا صور لي من الحلاوات اللي هلا بنفوت بقلب جبل بقلب نفخ قلب جبل حلو كتير ليك شايف هذا أبو هذا بيزرعوا شجر بس مشان يحرقوها هذا وقود حيوي إنه بينبت بسرعة كتير ليش بيزرعوا شان يحرقوا يعني بيعطفوا بيحرقوا على الحرق يعني بيسووا هيك شغلات صغيرة حراقات للحراقات عرفتي أيوة انه بينبت بسرعة شوفوا هذا بينبت بسرعة يستعملوا وقود يعني هذا هو اللي بحكي عنه ايه هذا هو هلا رح ندخل بالنفق هلا هون نفق الشغلة حلوة انه الشجرات شوف الشجرات فوق ال فوت من الجبل بيحفروا الجبل اخي عندهم ماكينات ارض كلها صخر فوت من جهة بيطلع من جهة هذا نفق بسيط جدا يعني اما تعال شوف النفق اللي 10 كيلومتر نهر تحت منا كمان راح عليك تصور النهر والله راح علينا خلينا نطلع على النفق خلينا على النفق فرنا السجار والنفق هذا بس 220 متر نفق يعني مو شيء يعني بس انه حلاوة ارض السويد انه كلها صخر سهل العمل يعني اذا كان الصخر ما في داعي تقعد تصب باطون الصخر بيحمي